أنا ماهر عبد أحمد رشيد الجبوري، وهذا ابني عزاد تصاوبت أهلي بانفجار وشد له طرف، شدينا له طرف ما شاء الله هسه وقام يمشي. ونشكر الأستاذ خميس الخنجر، ونشكر الدكتور محمد نصير السعدون الذي يجف معنا وقفة مشرفة. هسه مثل ما اتفقنا أساس الموضوع دراستك، لازم إن شاء الله إحنا نساعدك على أن تستلم راتب، وأهم شيء إنك تدرس. العلم سلاح، إن تملك شهادة إن شاء الله تتعين وتشيل نفسك.